إستعدادات لإنطلاقة هذا الشوط، فتحت البوابات وانطلقت الجهاد الأفراس المنتجة محليًا، عمر الثلاث سنوات مفتوح لجميع الدرجات على بركة الله تعالى وسمي في المقدمة في هذه اللحظة مع محاولات أشاهدها الآن أيضًا للدخول من يعتز في المركز الثاني في الثالث في الرابع في هذه اللحظات بل الثالث في هذه اللحظات وكمونة في الخامس وأشاهد التسعة أيضًا ريموت في المركز الأول في هذه اللحظة وخط في المركز الأول. يتحول ريموت من سمي الدخول في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو المجد والمركز الرابع ليعتز الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات وسمي تخطف الصدارة في هذه اللحظات المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم وريموت وسمي ريموت يخطف الصدارة الالتحام الانطلاق الهجوم المباغتة من ريموت والتقدم في المائتي متر الأخيرة في هذه اللحظات ريموت ريموت ويعتز يأتي من الخارج وسمي تحاول في المركز الثاني والمحاولات من سمو المجد في المركز الثالث وريموت ما شاء الله تبارك الله لعلي جروان التي